فاجأنا احنا عند المغرب ما فيش عنصر لحركة امل في لبنان الا نطوق مخيم برج البراجنة ومطوقين شتيلة. وعند المغرب فوجئنا بقذيفة هاون 60 تنزل على بيت بتموت طفلة صغيرة وشاب من بيت الخطيب كمان بموت وبنجرح اثنين عيلة يعني بالبيت بموت. هلا هون الشباب ما عادتش تتحمل رغم انه عدد السلاح اللي كان عندنا بالمخيم يعني كل المخيم بيطلعوش 30 باروده، فأصرت الشباب انه بدها تدافع عن المخيم لو لاخر لحظه. الحصار لم يكن لبنانيا ولا فلسطينيا. الحصار في مطلع الثمانينات بدأ ما بين سوريا أو النظام السوري الحاكم والقيادة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح. يومها حركة أمل نفذت بعض الإشكالات في المخيمات بدءا من مخيم برج البراجنة وصولا إلى الرشيدية. يعني أنت عم تاخدينا على مرحلة كتير بشعة وهي قصة ما مش بس بالحرب المخيمات، يعني اللي بيعرف بيروت بهذيك الفترة المخيمات هي جزء مما كان يحصل في كل بيروت، يعني واحد لما كان عايش ببيروت، بيروت أزقة وزوريب، كل تنظيم وكل فصيل يسيطر على هذا الزروع أو على هذا الحي. وأكيد كان في صراعات داخلية لمن تكون الكلمة الفصل في بيروت الغربية. على الصراع بين الحزب التقدم الاشتراكي وبين حركة أمل، صراع بين حركة أمل والمرابطون، صراع بين المرابطون وما بعرف مين، صراع بين الشيوعيين وحركة أمل. هون اتصدمت هذه الأشياء أو التقت مصلحة خاصة لحركة أمل مع مصلحة إقليمية كبرى هي مصلحة السوريين اللي كانوا عم يسألوا لمن القرار الفلسطيني وكيف يجب أن يكون القرار الفلسطيني. هو يريد أن تكون في يده أوراق رابحة يستطيع استعمالها بترجيح مصالحه على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي، ليس حبا بفلسطين ولا بالفلسطينيين. ما كان في عمار والمخيم كان مكشوف كتير، شايفة كيف؟ ما كنا نقعد بالبيت هون، كانوا من هون ما في عمار يصيدوا الواحد زي العصفور. كانوا يقعدوا يحطوا قناصة بس يتزاولوا بواحد محل ما بدهم يسيبوه، بعينه ببطنه بقلبه وين ما كان. يعني شايفة هاي الحارة؟ ما في واحد منا ببيت إلا ما راح منا واحد. بنت أخوي قنصوها تحت عندي صاعقة هون، راح أجيب أكل لأخوها، فيش إلا لأخو وأبوها، كانوا قاعدين هون بأوضة أنطوهن إياها، إجت من هون طلعت من هون نهار الجمعة. ما فيش كان قيادها، كلها شباب إفرادية لأنه ما فيش ولا قائد، كل شباب القيادة كانت طلعت برا. يعني هالشباب اللي واعية متدربة تشتغل على راسها. خلصت حرب الشهر ارتحنا شوي، بس قلنا لبعض إنه هالمعركة مش رح توقف لأنه مبين يعني الاستفزازات مستمرة مش رح توقف. انطلعت مرة يقنصوها قتلوا أكثر من 30 مرة بالمخيم، يخلوا المرة تطلع لتجيب تموين يخلوها لتصل على باب المخيم، على باب المخيم يعني إنه والله ويقنصوها. هذا أي ضمير، أي ضمير واحد بيقوس مرة حامل يكون طفل أو حامل كيس على راسها فيه شوية تموين لأولادها أو علبة حليب بيقتلوها.
حصار المخيم كانوا رغيف ما نحل عليه، رغيف ما نحل عليه، وكل يوم كل يوم يتنقتل 4-5 نساء هن طالعين يجيبوا اغراض ويرجعوا. مره رحت، شايفه كيف نروح جمعيه يعني 4-5 نساء ونرجع مع بعضين الا تتقوس وحده. هذا الشارع كان هون مقنوص من البناي اللي عقبالنا من هون، هيك احنا كان لنا دشمه موجوده هي هون جوا جوا، بتسللوا هن على محطه البنزين واحنا كمان بنتسلل، يعني دور لهم دور لنا. اخر شيء صارت المحطه لنا احنا سيطرنا عليها. كنا يعني المنطقه هاي هون انه ما كانت تتحمل قصف، بس قصف الهونات اللي كانوا يرموها، لانه بيوت ما كانت هاي، اغلب البيوت ما كان طابق واحد ما بتتحمل قذيفه. تعرض هون شاب، لانه شابين استشهدوا يعني تحت سقف البيت، لانه يعني نزلت القذيفه عليهم استشهدوا 2. هاي هون هاي المنطقه كانت مع رصاص، احنا وياهم معارك عادي يعني وجه لوجه. يعني انت بتوقفي هون مثلا هاي ضروبه، هو بيكون بالقاطع الثاني ببيت ثاني، بس هن بيفوتوا بضيعوا، كان يفوت يضيع. احنا حافظين المنطقه اكثر منه، لانه بيوتنا اهالينا طبعا المواجهه تكون عليهم صعبه بالنسبه. بعدين بطلوا صاروا منقاطع طريق المطار يقوصوا، لانه خلص لقوا ما في نتيجه. خلصنا من حرب الشهر، ضلينا يعني شوية، اجت حرب العشرة أيام، كانت أمورنا صارت منظمة أكثر وأكثر. بلشنا هون منن وفيهن، منن وفيهن نشتري سلاح. بهالفترة العشرة أيام فات على المخيم عندنا سلطان أبو العنين، اجى حامل رسالة إنه هو يتولى أمر قيادة مخيم برج البراجمة. مخيم اتحصل من كل الجهات، ما كان في له ولا منفذ. القصف من كل الاتجاهات كان ينزل على المخيم، واستعملوا فيها أسلحة ثقيلة كثير، يعني صواريخ جراد، صواريخ كاتيوشا، هاونات 120، راجمات رمت على المخيم. لحظة قاسية وست شهور مرقوا كأنه عمر. اجت معركة الست شهور، واللي هن قدروا ينجحوا فيها حركة أمل، بطلوا يحاربونا يبينوا على الشاشة، بطلوا يظهروا، حاربونا حرب الجوع. أكلنا البساس والكلاب، كان في عنا فرس ذبحناه وأكلناه، حشيش بالأرض أبعناه وأكلناه بهديك اللحظة. يوم ما تصوبت كان صار 3 أيام بلا أكل، مش ماكل شيء. يمكن لأكون صادق أكلت لحسة زعتر بإيدي بثلاث أيام. جاعت العالم، جاعت الأولاد، صارت تأكل من الزبالة. والله والله شباب هون عندنا كان في حنفيه لقوا خبز مخضر يلموه يغسلوه ويقلوه. اصعب شيء بالدنيا الجوع، مي فيه، هون كانت المي، مي حلوه، كل المخيم ملي من عندنا، حطينا انا بريج وبرميل هناك وتيجي النسبان، املي انا البرميل ادر واقول لهم اركضوا من هون لحيفا. عملنا علبة حليب نيدو، قورناها هيك، عملناها زي الفرن ونحط الطنجرة من فوق ونسوي لهم الأكلات. ما كان في أكل، كنت أروح أبقى على التربة أجيب حشيش وأطبخ لهم حشيش. شو منين في أكل؟
كان عمري 22 سنة، كنت مزوج جديد وعندي بنت عمرها 6 شهور. يوم ما تصوبت كنت قاعد أنا وأخوي وأبوي، صاروا أصحابنا يمرقوا ويوقفوا معنا بهالشمسات. اجتمعنا صرنا 17 شخص بهذيك اللحظة، فجأة بينزل صاروخ بناتنا 17، فالكل بيتصاوب. 5 شهداء بهذيك اللحظة بوقتها، و7 فقدوا أعضاء لإلن، من بناتن أنا وأبوي وأخوي. فقدنا إجرينا التنتين مع بعض، صارت هالشباب تيجي تركض تحمل فينا ويطلعونا على المستشفى. يعني المستشفى بهديك اللحظة سقطت قذيفة تانية، هنو عم بطلعونا، استشهد 2 من اللي عم بيسعفونا. ورجعت الحرب علقت هداك النهار. عندنا هون مستشفى حيفا، طابق واحد كان، رغم إمكانياته الضئيلة انكسر في المستشفى، انكسر نعم، أكلنا قصف بلاوي فيه للمستشفى. وأكثر شيء كنا نعاني منه إنه بس ننقطع من المازوت، اللي عنده نتة مازوت يجيب لو قباية يجيب ونجمع كمية لنقدر نعمل عملية لجريح ننقذه. هاي هون مقبرة جماعية كانت استعملناها بحرب الشهر، وهاي الشباب خسرناها أول يوم بحرب الشهر، شباب مثل الحبا. من بناتن أخوي اسمه بديع، تاني اسم بديع سليم الهابط أخوي، هذا كان جاي من محمد روبين، كان جاي من السفر الجديد، جاي من الخليج، يعني فوجئ فتحت المعركة علينا. كان جاي له سنين ما جاش على لبنان، يعني إيه شارك في الاجتياح مع الناس اللي كانت متطوعين، شارك باجتياح إسرائيل كلياته، كمان استشهد بحرب المخيمات. والله خيرة الشباب اللي راحت، ابني كان زي أخي مش زي ابني، لأنه أنا بيني وبينه شي 18 سنة، ولما كبر ما أصدق إنه هذا ابن اللي كبر. كان قايل لي إياها الصبح، شايف كيف؟ قال لي بتمنى إني أموت شهيد. قلت له كفينا الشر، قال لي لو حطيتيني بعلبة وسكرتي علي المقدر بده يصير. قال لي أماه صبراً ما الحياة تروك لي في ظل طاغية ولا أفاكي، فإذا رأيت الجسم أشلاء غدت تذكري ثم اذكري مولاك. أنا كنت قاعد هون بهالمنطقة هون، شوي الشباب عم يركضوا من هون، بقول شو ماكن يا عمي خير؟ أنا والله قصفوا الدبابة، قصفت المنطقة هون وراح فيها 3 شباب. مين الشباب هذول يا عم؟ قال ما بنعرف. قمت اركض انا على المستشفى، شوي والله جايبين ابن اخوها لام صبحي اسمه نبيل، مغطينه وطبينه على وجهه، على ظهره، على وجهه طب، رفعته قلت له يا عم نبيل هذا ابن عمي. شوي والله جايبين واحد ثاني كمان وجهه مش مبين، وكعمين هذا؟ قالوا هذا وليد. شوي والله جايبين الحماله الثالثه معطينه بحرام اسود، ايده مبينه، قلت له يا عم والله هذا كنه ايه صبحي هذا، فتحت الحرام عنه والله وحياه صبحي. صبحي كان رابع سنه هندسه، ومتامل في الله، هو اللي يعيني، لانه يقول لي هو يابا انت تعبت يابا، هو حز الله واحد الله. اذكروا
الذكرى عند ربي. يعمل يابا حبيبي تعبت كثير يابا على 3 سنين، وان شاء الله انا قدام بريحك والحمد لله ارتاح وبري يعني الحمد لله. هذا قميصه كمان صباح الشوم علي يا صباح الشوم. هذا لأحمد هي هليك هي كان راسم هون إياها. أنا أحمد أبو علي أبو إياد كتب على بنطلون وكان مكتوب أبو إياد. اللي بموت له مثلي أنا أحسن، مش جوزي مات أحسن له وضل يقول آخ وآخ. كان هون أنا إلهن أولادي 20-30 سنة مالوش الحرب المخيمات 30 آه، وهي بضلنا أقول قعدوا هون وأكلوا هون. بنتي بتقولي جننتيني، بقعد بالليل ببكي وبحكي. اللي بروح لشباب 2 بجمعة كل شاب وردة بدي أخطبله لابني، شاب مثل هالشباب وغاوب حاله وغاوب بحالاته وغالي، شاب مثل القمر هيك عرضه هيك صدره، ويمشي يمشي يقولوا مش إياد أبو علي. أحمد ابني راح جاب نص متر خشب وعمر أوضة هي هفوق على السطح. كانوا بالبرادات وحطوه بحشوا جورة 14 شهيد حطوه نسوان وشباب. ونزلت أنا شفته كيف بديش أشوف، بوستن وودعتن وحطت لي شراشي عليهن. وبقول لي بس راقت الحالة اللي له شهيد نقله على الجبان اللي جوا. اه حطيت اولادي حد بعضهم هيك. اجيت عن الجبانه الساعه شي وحده 12 يعني وحده، قال لي لبناتي وين امكو؟ سكتوا ما حداش قايل له كاين. قال لي انا اجيت. قال لي وين كايني؟ قلت له كنت سكتت. قال لي وين كايني احكي لي. قلت له كنت على الجبانه. قال لي شو الك على الجبانه هسه بهالشو؟ قلت له عند احمد واياد. قال لي ليه شو بيعملوا على الجبانه؟ صرت أبكي. قلت له ما استشهد أحمد وإياد. قال لي شو شهق هيك؟ قال لي شو؟ ليه ما أحداش قال لي؟ صار يخبط على حاله وعنده إياد بالآلة كل، وصار يبكي يبكي يبكي. عاش 12 يوم ومات، صابته ذبحة بقلبه. كنت متولي محور بيقولوا له محور سليم، كنت متولي الأمر يعني. وقت ما كنت أفقد شاب من الشباب اللي كانوا معي، بتعرف نربى سوا بناكل سوا، تفقدي لحظة صعب كتير عليك يعني. أنا في إلي ابن عم ولد كان عمره 14 سنة، أزعبه كذا مرة وقال له لك يا حبيبي يا طعان روح فل. قلت له ما تفوت على الغرفة لأنه عم بتتعرض للكانس. فجأة قاعد أنا عم قاعد جوا بقولوا لي انكنس طعان. طلعت فيه ما في طلقه بقلبه، غطيته بحرام وسحبناه. يعني هاي لحظة لهلا ما بنساها. طبعا الحرب بلشت شيء وانتهت شيء آخر، يعني ما حدا كان متصور انه لدى الفلسطينيين قدره على القتال، خاصه انه الوضع الفلسطيني كان مشرذم. يعني كمان كان في شغل على الساحه الفلسطينيه، كان في جبهه الانقاذ الفلسطينيه، كان في فتح الانتفاضه، فكانوا معتقدين انه هذه الساحه سهل خرقها. وبعد نتائج الحرب الاجتياح فانه الفلسطينيين حتما لن يكون لديهم القدره على القتال ولن لديهم القدره على الصمود. اللي صار انه مجرد اعلان هذه الحرب دفعت بالفلسطينيين إلى التوحد بالكامل، هذا من جهة. ثانيا دفعت بقوة لبنانية كان يعتقد أنها ستكون في الصف الآخر إلا أن تعيد حساباتها
لانه الكل بيعرف انه مثلا الدم الفلسطيني ثقيل يعني وما ممكن حدا يمشي فيه. يعني نائب وليد جملاط اللي كان عنده قوه اساسيه بذاك الوقت رفض المشاركه بالحرب، لا بل كان يمد خطوط الامداد الى الفلسطينيين بشكل او باخر. حزب الله والقيادة الإيرانية أخذوا موقفا محايدا وحاولوا جهدهم تخفيف عبء الحصار المفروض على المخيم. وقدمت لهم الجماعة كل ما تملك من قدرات، كنا نحاول تسريب بعض المواد الغذائية، كذلك ساعدنا بتسريب ما كان لدينا من سلاح حتى يكون لهم دور في فك الحصار عن المخيم. فرضت علينا الحرب فرض، لأنه ما حدا بحب الحرب. نتيجة خلافات سياسية، مين بده يمسك الورقة الفلسطينية، السوري ولا الفلسطيني؟ حاصروا المخيمات والكبار بيختلفوا والصغار على طول بيطلعوا الثمن. احنا ما لنا عدونا حركه امل ولا احنا، يعني فرضوا احنا عدونا اسرائيل. انا وقت ما بنخسر احنا يعني 200 شاب، ما هدول احنا بحاجه لانه نحارب فيهم اسرائيل، بس معركه انفرضت علينا والله لا يعيدها، لأن اليوم إحنا وياهم مثل ما بقولوا مسير واحد، حربنا ضد إسرائيل، لا مع لا مع حركة أمل ولا مع حزب الله ولا إن العداوة كلياتنا، والله لا يعيدها. يعني لأنه اللي داقة مش مثل اللي ما داقة، اللي جرب حرب المخيمات وبيعرفها بيعرف قديش هي مرة وقديش كانت صعبة.